مساء الخير مشاهدي ومتابعي تلفزيون المصري اليوم، معكم اسلام رضا مراسلكم الاسكندريه وبوحه الصباح. بوحه الصباح في شوارع اسكندريه. عايزين بقى نرحب بقى بجريده المصري اليوم، وربنا وحشني والمصحف، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده، ويا رب ان ما يسعدش يجيله تسلخات وما يلاقيش كده كوب في السوق. بس كده يلا بينا على السقف كده بينا كلنا بقى. بوحه الصباح، بوحه الصباح موجود في اسكندريه، بوحه الصباح موجود في شوارع اسكندريه، الناس كلها حواليه والكل واقف بيصور والكل واقف بيسقف والكل واقف فرحان، حتى الاوتوبيسات اللي رايح واللي جاي مبسوط وفرحان بوجود بوحه الصباح. أنا زي ما أنتم شايفين الأطفال والسيدات، الجميع كله موجودين هنا زي ما حضراتكم شايفين، مبسوطين بوجود بوحة الصباح. بوحة الصباح في اسكندرية. كل واقف مبسوط وكل واقف بيسقف بوجود بوحة الصباح اللي عامل قلبان وعامل فرحة وعامل حاجات كتير هنا في اسكندرية، في شوارع اسكندرية، والناس كلها بتستنى بوحة الصباح قبل عيد الأضحى المبارك. بوحة الصباح في شوارع اسكندريه، الناس كلها موجوده حواليه عشان تتفرج عليه وتفرح معاه. بوحة الصباح اللي عامل قلبان وعامل في شوارع اسكندريه بهجه كبيره، والاطفال والسيدات والجميع موجود حواليه. رهيب، كل سنه طيب. نقول بوحة ولا نقول لابراهيم؟ أي حاجة، هما اللي فين معايا واحد. لا، أولاً يعني قول تحيتك أولاً لجمهور المصري اليوم بطريقة بوحة. يا أبي عايز أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة، ويا رب كل اللي نفسه حاجة حققها يعني حاجات كتير أوي، والله العظيم أتمنى كل خير لله يا رب. طيب عايزين بقى إيه الناس بيها، يعني إيه الفرحة دي؟ يعني الحمد لله ان احنا جايين على اليوم المفترض، والمفترض ان احنا معاه في بقى فسح وفي حاجات كتير. نقول للناس كل سنه وانتم طيبين. مش هنتكلم معاك في الشكل والكلام ده كله بغمزه العين دي. فعايزينك بقى ايه برضه تقدم للناس، الناس واقفه مستنياك. يعني زي ما حضراتكم شايفين جمهور بوحة الصباح موجود هنا حواليه، منتظرين بوحة الصباح يجي بالكاركتر اللي انتوا شفتوه، واللي هنا الاطفال مبسوطه وفرحانه. في حاجه تقنيه بس بيعملها. زي ما انتوا شايفين اهو بوحة الصباح. فرحة المصريين، فرحة الاسكندرانية ببوحة الصباح. بوحة الصباح كل الناس واقفة بتتصور معاه وبتصوره، وكل مبسوط بوجود بوحة الصباح في شوارع اسكندرية. نفس الكاركتر، نفس الشكل، نفس الدقن، نفس كل حاجة. يعني إبراهيم فنان جميل وعامل شخصية بوحة الصباح بالظبط.
صغير فين عشان نصوره مع ابراهيم. يلا بينا. ابراهيم انت كنت ما بقاش في بركه. علي صوتك سنه بس، قول لي انت كل سنه بتعمل نفس الكاركتر ده ابو حسن صباح صح كده؟ ايوه ساعات بوحه، ساعات بيبقى بوحه وشخصيات ثانيه كمان معاه، بس اللي هم عملوا في السينما المصريه عملت معاه زي عادل الادهم مثلا كان جسار. كتير عملوا جسار، وانا كنت بعمل الشخصيات دي شخصيات كتيرة يعني بس زي عادل الادهم. بس احنا ابو حسن صباح دلوقتي عشان العيد بقى. هو برضه كان جزار، عادل الادهم برضه كان جزار. هنسيبك لجمهورك بقى. يلا بينا. احنا زي ما حضراتكم شايفين بوحة حبيبي. يلا بينا. طبعا بوحة الصباح وجمهوره والناس كلها واقفة بتتصور معاه السيلفي. سيلفي بوحة الصباح والناس كلها موجودة في الشارع بتحب بوحة الصباح واقفين بتصور. أول ما عرفتي إنك عايزني بيت أوهام، ده نسمع شافك أبو المش لما علمني الحرام. أول ما عرفتي إنك عايزني بيت أوهام. فرحة الأطفال حاجة جميلة وكبيرة، وإبراهيم بيحب الأطفال الصغيرة بتحب شخصية بوحة الصباح. فرح الجميع يا رب. مبسوطين يعني بيبوح الصباح اللي ظهر في شوارع اسكندرية وبيغني لهم اجمل الاغاني وبيعمل شخصية بوحة بالظبط. مشاهدي ومتابعي التلفزيون المصريين كل عام وحضراتكم بخير. كنت معكم اسلام رضا من محافظة الاسكندرية.